ضغط تحت اليمين خلاص. اوكي اضغط تحت على الفوطه. لا اضغط واضغط 1 2 3 4 5 وسيب تاني 1 2 3 4 5 وسيب 10 مرات خلاص. بعدين اي عصايه في البيت همسك كده هاخد فوق تحت 10 مرات 1 2 10 اوكي. برجع تاني اضغط هنا ايوه 1 2 3 4 5 وسيب 1 2 3 4 5 وسيب 10 مرات. بعدين برجع تاني هنا دي بعملها مرتين 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 يعني 2 sets. خلاص. بعدين بطن الرجل دي لا حتني اي رجل اوكي هاخد التانية فوق تحت ايوه بس عشر خلاص. وبعدين بطن التانية واخد دي فوق تحت 10 اوكي. بعدين باخد الايدين مفرودة لورا واجي قدام لورا للاخر كمان اوصل اخر 10 مرات دي بنعملها مرة واحدة مرة. وبعدين باخد الرجل دي اللي بره وجوه ايوه واجي جوه 1 ارفع رجلك وانت بتجيبها. لا مش مشكلة مش للاخر بس ما تزحفهاش. لا مش مشكلة يعني على قد ما يقدر الاول عشان ما نجلدوش. وبعدين باخد التانية برضو بره جوه ايوه 10 مرات اوكي. بعدين بمسك بايديا ارفع ايديا فوق هاخد دايرة الكوع مفرود. لا الكوع مفرود ايوه تفرد كوعك 10. وبعدين باخد العكس بتاعها 10 اوكي. حركنا الجسم كله طيب هنكون طعم هات ايدك معايا انا وانزل الجبين تحت كده هتيجي بقى من هذا الطريق باشا حسني الجبين ورا كده هرجع لورا شوية تمام. لا انا مش هرجع حسني بس عاوز افرد الرجل دي افرد ايوه واظبط وخلي المشط 1 2 3 4 5 وانس 1 2 3 4 5 ادي 1 4 5 ادي 2 عد من 1001 ل1005 5 1 2 3 4 5 3 5 4 5 5 دي بنعملها 5 5 خلاص. ننزل تحت في اي صعوبة او اي مشكلة في اللي احنا عملناها عاوز حسن بتاع الحيطة في البيت هطلع شوية تمام. بص بقى ساعتك انا عاوز وانا سامع بص على الجبال هاخد ايوه 1
مين؟ بطلع المشت يا فاضل. ثلاثة؟ ما هو بيحاول. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. هاي هاي انا بريد اسأل كل افتر كويس اللي انت تسجلهم بقى.